تحياتي لك إنجي وتحياتي للسادة المشاهدين. بالفعل كما ذكرت ما زلت تواجد في محافظة سوهاج وبالتحديد من داخل مطرانية الأقباط الأرث الأرثوذكسي بمدينة سوهاج. يعني كما تنقل صورة من خلف هناك أجواء احتفالية وفرحة عارمة بين أقباط المحافظة يعني وسط حضور كثيف من يعني القيادات الشعبية والتنفيذية هنا لتقديم التهنئة لأقباط المحافظة. يمكن يعني منذ قليل حرص اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج يعني برفقة عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وسيد مدير أمن المحافظة على تقديم التهنئة هنا لأقباط المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. يعني يمكن أكد محافظ سوهاج خلال هذه الزيارة التي قام بها صباح اليوم على عمق مشاعر الأخوة التي تربط يعني بين عنصري الشعب المصري، حيث يسود المجتمع هنا روح المحبة والسلام بين أبناء يعني أبناء المحافظة الواحدة مسلمين ومسيحيين. أيضا حرص رجال الدين الإسلامي يعني هنا من وكلاء وزارة الأزهر والأوقاف على الحضور لتقديم التهنئة أيضا وسط يعني أجواء من الوحدة الوطنية هنا في المحافظة. أيضا إنجي هناك يعني قد أعلنت محافظة سوهاج يعني منذ ما أيام قليلة عن رفع درجة الاستعدادات القصوى وتفعيل دور غرف العمليات هنا في المحافظة في جميع مراكز وقرى المحافظة لي يعني تلقي أي شكاوى من شأنها يعني تعكير صفو الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. يعني ربما هذا هو المشهد لدي حتى هذه اللحظة من هنا من محافظة سوهاج، وبالتأكيد سنوفيكم بكل ما هو جديد عبر الساعات القليلة القادمة. جزيلا لك الزميل أحمد الأفيوني، أطلعتنا على يعني أجواء الاحتفالات بعيد الميلاد في الصعيد.